كنت بزعل لما أشوف مصر متأخرة على مستوى العالم، لكن ولأول مرة مصر اتقدمت، مصر رقم 2 على مستوى العالم. بس للأسف في نسب سرطانات الكبد. سرطان الكبد السبب الرابع للوفيات في مصر سنة 2020، أكتر من 24 ألف حالة وفاة بسببه. بيسموه هيباتوما أو هيباتوسيلولار كارسينوما، سرطان الكبد الأولي. ونرفع إيدينا وندعي اللهم اشف مرضى الأورام. نيجي لأسباب سرطانات الكبد أو العوامل اللي بتعرض الشخص إنه يصاب بالهيباتيك كانسر، سرطان الكبد. أولاً وبنسبة 80% بسبب التهابات الكبد الفيروسية المزمنة، وخاصة فيروس سي وفيروس بي. فيروس بي أخطر لأنه قدرته إنه يسبب ورم أكتر من سي، وسي أخطر نتيجة انتشاره في مصر أكتر من بي. مريض فيروس سي او بي مزمن معاه الفيروس من زمان، والكبد بتاعه خلاص اتبهدل وصل لمراحل التليف. ما هو الفيروس حول الخلية الكبدية من طبيعية لمتليفة، ومع الوقت حولها من متليفة لسرطانية. الفيروس جنن الخلية الكبدية فقلبت لسرطان. تاني حاجة التهاب الكبد الطفيلي المزمن، في طفيليات بهدلة الكبد زي مرضى البلهارسيا اللي بقالهم سنين الكبد متبهدل. السمنة، الميتابوليك سندروم زي السكر، التدخين، مشاكل جينية زي دي، سموم. ما هو الكبد هو اللي بينقي الجسم من السموم فيقوم ياخدها هو وتسرطنه، زي الكحوليات والأفلاتوكسينز وأسباب تانية زي دي. نيجي لأعراض الهيباتيك كانسر، سرطان الكبد. في أعراض عامة غير متخصصة زي غثيان، ترجيع، إجهاد، وفي أعراض بسبب تعب الكبد، وقلنا إن السرطان بيجي من وراء التليف. أعراض التليف بقى زي وجع بالبطن بالربع الأعلى يمين، الصفرة، الاستسقاء، بقع نزيفية، فقد الشهية، الوزن بينزل. لذلك مهم قوي الكشف المبكر، مهم قوي، لأن السرطان ممكن يكون موجود والعيان مش باين عليه. عالميا بيقولوا أي حد عنده تليف أو تشمع كبدي أو أي عامل خطورة من اللي قلتهم من شوية، معلش يتابع على الأقل كل 6 شهور، وأنا بقولك خليها من عندي، كل 4 شهور هتعمل سونار على البطن عند دكتور شاطر في السونار، وتحاليل وظائف كبد والفا فيتو بروتين. طيب اورام الكبد حميده ولا خبيثه؟ بص للاسف اغلبها خبيث، اغلبها اورام سرطانيه لها القدره على انها تسرح من الكبد وتروح اعضاء تانية، فلو سرح غالبا بيضرب الرئه والغدد الليمفاويه والعظم. طيب ازاي الهيباتيك كانسر سرطان الكبد بيحصل؟ زي اي سرطان، حصل في الخليه الكبديه طفره جينيه لعبت في السيلولار ماشينري، خلت الخلايا تتضاعف كتير 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 كتير، فعملت كتله ورميه او بؤره سرطان. تعال اوضح لك اليه معينه كده. مثلا لو العيان عنده فيروس سي مزمن، الفيروس مبهدل الخليه الكبديه وبالتالي المناعه تسكت، لا تتجنن عليه وتهاجم الخليه الكبديه بالفيروس اللي جواها. رد الفعل المناعي هنا بيطلع فري راديكالس اللي بتدمر الحمض النووي للخليه الكبديه وبتعمل طفره فيحصل السرطان. في اكتر من تقسيمه لاورام الكبد، اما بناين ليفر تيومر، اورام حميده زي الهيباتوسيلولار ادينوما، والفوكال نوديولار هايبربليشا اللي تقريبا بيسموها وحمه، ودول نسبتهم قليله مقابل نسبه اعلى للاورام الخبيثه، المالجنانت ليفر تيومر زي الهيباتوسيلولار كارسينوما والكولانجيو كارسينوما والهيباتوبلاستوما. 75% من أورام الكبد خبيثة من النوع ده، هيباتوسيلولار كارسينوما HCC، في سرطان ضرب خلايا الكبد نفسها. مراحل سرطان الكبد يا صديقي اتقسمت بناء على حجم البؤرة أو الورم، هل في صروح ولا لا، وظائف الكبد أخبارها إيه، حالة العيان العامة أخبارها إيه. في تقسيمة بتاعت برشلونة مشهورة قوي، المرحلة زيرو بسيطة خالص، في بؤرة واحدة أقل من 3 سنتي. المرحلة الأولى بسيطة، في من 1 ل 3 بؤر بس حجم الواحدة أقل من 3 سنتي.
المرحلة التانية متوسطة، في أكتر من 3 بؤر. المرحلة التالتة خطيرة، السرطان طلع بره الكبد وضارب الوريد البابي مثلا وحاجات حواليه. المرحلة الأخيرة في الكبد وبره الكبد وسرح لأعضاء تانية. إزاي نشخص الهيباتيك كانسر، سرطان الكبد؟ أولا بالفحص السريري، ثانيا الأشعة، ثالثا العينة، رابعا التحاليل. نبتدي بفحص الطبيب، الدكتور هيكشف وسواء باين عليه أعراض أو لا. ثانيا الأشعة، أي حد عنده عامل خطورة قلت فوق وخاصة التليف يركز معايا. المنظمة الأمريكية لدراسة أمراض الكبد قالت أرجوكم اعملوا أشعة سونار على البطن كل 6 شهور، هيبان السرطان زي بؤر صغيرة كده، ولما السرطان يكبر أحيانا بيظهر معاه تليف وتكلسات. السونار قدر يقرب للتشخيص بنسبة 68%. هنا ممكن ندخل على أشعة أعلى زي المقطعية، بتتعمل بصبغة intravenous contrast. الأشعات دي هتبين 3 أنماط لنمو السرطان، بؤرة واحدة كبيرة، أكتر من بؤرة، الورم منتشر ومش متحدد. وهنا بقى قدرت تقرب للتشخيص بنسبة 90% وأكتر بالتريبل فيز هيليكال سي تي، بالأشعة المقطعية الثلاثية. ما هي أشعة تراي فيز بالصبغة، سموها ثلاثية ليه؟ سؤال حلو، لأنها بتمشي على 3 مراحل. الصبغة بتمشي في الشريان اللي داخل للكبد، وبعدين تمشي في الوريد البابي اللي داخل للكبد، وبعدين تمشي في الوريد اللي خارج من الكبد، فجابت الكبد حتة حتة. أما الرنين بيعطيني صورة أوضح من المقطعية طبعا. ومن كل اللي فات ده هنجمع تقاريرنا أشعتنا وعملنا Liver Image Reporting and Data System لRADS، وبناء عليها الدكتور هيقرر التشخيص بناء على Classification System دي، واللي متدرجة من LR1 لLR5. وهندخل على الخطوة الثالثة وهي العينة. هناخد عينة من البؤرة السرطانية دي، شغل باثولوجي. البؤرة دي بتبان زي عقدة أو كتلة، بؤرة مكورة أو بيضاوية رمادية أو خضرة شوية، بس ملهاش غلاف. وتحت الميكروسكوب هنعرف هو انهي نوع من الاربعة دول، وهنعرف كمان المرحلة بتاعت السرطان ده، فالعينة مهمة جدا. بص خد بالك، كل الاورام باكد بالعينة الا سرطان الكبد، ممكن بالاشعة بس ااكد وجود الورم، وعلى فكرة قليل لما بنلجأ لعينة من الكبد اصلا. رابع خطوة تحاليل، هي مش اكيدة بس اهي بتدخل في الصورة التشخيصية ومهمة قوي علشان المتابعة، لكن لوحدها غير كافية طبعا للتشخيص. تحاليل زي دليل الورم الالفا فيتو بروتين احتمال كبير الاقيه عالي. ده المنظمة الامريكية لدراسة امراض الكبد قالت ارجوكم اعملوا اشعة سونار على البطن كل 6 شهور معاها الفا فيتو بروتين، لانه بيبين هل هو سرطان نشط ولا خامل. فلو طلع فوق 20 تخصصيته وحساسيته كويسة، لكن لو طلع فوق 200 تخصصيته عالية جدا. شخصت يا بطل؟ يلا على علاج الهيباتيك كانسر، سرطان الكبد. العلاج بيختلف حسب المرحلة. هنقسم العلاج لجزئين، علاج يخفف كيوراتيف وعلاج يسيطر بالاتيف. كيوراتيف إما استئصال جراحي، زراعة كبد، تردد حراري في بؤرة أقل من 3 سم. بالاتيف وسائل تانية زي الكيماوي والإشعاعي والكحول والعلاج الموجه. نبتدي بالجراحة ريسكشن، هنعمل بارشال هيباتيكتومي، ندخل نشيل البؤرة، والجراحة محتاجة قرار حاسم. كل الأورام الجراحة فيها بتتعامل مع الورم بس، لكن هنا الجراح بيتعامل مع مصيبتين، المصيبة الأولى الورم، المصيبة الثانية التليف. نروح لزراعة الكبد الليفر ترانسبلانتيشن، إما باخد كادافيريك دونر ليفر، كبد من جثة لسه متوفية حديثا، بس أعتقد في مصر لسه مفيش موافقة نهائية للحل ده، أو كبد من متبرح حي. نروح لللوك ريجينال ثيرابي، العلاج الموضعي أو الليفر دايركتد ثيرابي، وده إما أرتيريال كاثيتر بيزد تريتمنت، أسطرة بدخلها من شريان الفخد تطلع لفوق للشريان الكبد المغذي للورم ده، بنستهدف البؤرة دي ونعمل ترانس كاثيتر أرتيريال كيمو إمبوليزيشن، نحقن علاج كيماوي مذاب يدخل خلايا الورم دي يدمرها، حاجة مؤقتة كده لحد ما نزرع كبد مثلا. ركز، بنحقن دواء كيماوي مخلوط بصبغة إشعاعية، مش مفيد أول حوار ده لو الورم كبير أو طايل الوريد البابي، أو أسطرة شريانية برضو بس نحقن مواد تسد الشريان اللي بيغذي الورم فيموت، اسمه علاج انترفينشنال راديولوجي، العلاج بالأشعة التداخلية، أو أسطرة تحقن مواد حبيبات مشعة تقضي على الورم راديو امبوليزيشن، أو بريكوتون الثيرابيس بقى، هتدخل من الجلد بإبرة وأعمل إما راديو فريكوانسي أبليشن الكي بالمايكروويف، هنعرض الورم لحرارة عن طريق موجات عالية التردد فيتدمر، بيدخلوا إلكترود جوه الورم نفسه
متابع من بره بسونار، ده لو البؤره اقل من 3 سم، وممكن اكرره اكتر من مره عادي. او كرايو ابليشن، الكي البارد برضه بيدمر الورم بالبروده. او احقن الكحول في الورم كويس لو اقل من 3 سم، وممكن جراحيا بنحط بروب في قلب الورم ونحقن نيتروجين مثال، بنجمد الورم لمده ربع ساعه كده موته خلاص. او اعمل بورتال فين امبولايزيشن، ادخل اسد الوريد البابي احيانا بعد الجراحه حل كويس. وفي العلاج بالسونار المركز، وبرضه في علاج اشعاعي خارجي ده لو كان في مراحل متاخره وسرح، وفي علاج عام سيستميك، علاجات فمويه بتحجم السرطان شويه. نيجي للشفة من الهيباتيك كانسر، سرطان الكبد. كان من 5 سنين فاتوا اللي بيجيله سرطان كبد بنقول له أسابيع أو شهور وخلاص، لكن دلوقتي ما شاء الله العلاجات كتير ومتنوعة ونسب الشفاء عالية جدا، وخاصة في المراحل الأولى. طيب شخصت وعالجت، أتابع إزاي الهيباتيك كانسر سرطان الكبد؟ هنتابع بالأشعاعات والتحاليل، أشعاعات زي السونار والمقطعية، تحاليل زي اختبارات وظائف الكبد دي، ويهمني قوي دليل الورم اللي اسمه ألفا فيتو بروتين، تعال نحكي عنه شوية. هو جلايكوبروتين نسبته عالية جدا في دم الجنين، علشان له وظائف كتيرة مهمة، بيشيل عناصر وفيتامينز وبينظم سوائل الجسم، وبعد الولادة يبدأ يقل 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 لحد سن سنة كده تقريبا يوصل نسبته لأقل من 10. فخد بالك لو واحدة حملت هيزيد عندها، لأنه عالي في دم الجنين وممكن يوصل في دمها ل500. بنستخدمه بقى كدليل ورم ازاي؟ هقولك. خلايا الكبد بتنتجه بكميات بسيطة، فلو زاد بالتنسيق مع سونار البطن بقدر اقرب واقول ان في سرطان كبد. هنحلله ونشوف، لو فوق 400 والاشعة مطلعة في بؤرة اكبر من 2 سنتي وفي تليف، غالبا ده سرطان كبد. بنسبة 80% من سرطانات الكبد هلاقيه عالي فوق 10، وبنسبة 40% من اللي عندهم سرطان كبد هلاقيه عالي قوي فوق 1000، ويوصل ل5000 و10000 و20 و30000 كمان. طيب لو الورم ده الفا فيتو بروتين سيكريتنج تيومرز، بيفرز الفا فيتو بروتين، هنا بقى تقدر تربط ما بين نسبه الالفا فيتو بروتين وحجم الورم بسهوله، وبالتالي نسبه التحسن. بس خد بالك يا صديقي، ممكن الاقيه عالي من 10 ل 400 بس ما فيش ورم، في مثلا التهاب كبدي مزمن. طيب يعني اقل من 400، اقل من 200 استبعد السرطان؟ قال لك هنعمل حركه حلوه، لو عندك تليف اعمله كل شهر، لانه لو زاد بمعدل اكتر من 7 نانو جرام في الشهر، يعني النهارده كان 50 الشهر الجاي بقى 58، ده مؤشر ان في سرطان. في تضاعف، في زيادة، زاد اكتر من 7 في الشهر. وعلى فكرة 20% من سرطان الكبد خلايا الورم دي مش بتنتج الفا فيتو بروتين، هتلاقي طبيعي اقل من 10 كمان. بعد عملية جراحية ناجحة شالت الورم، هلاقي الالفا فيتو بروتين بينزل ينزل ينزل، يمكن خلال شهر، لان عمره في الدم ايام. لكن لو عالجت والالفا فيتو بروتين بقى طبيعي وبعد فترة وانت بتتابع لقيته ارتفع تاني، هنا يا بطل هنشك ان السرطان رجع تاني. في نوع من انواع سرطانات الكبد اللي بتصيب الخلايا اللي بتصنع الصفرة اسمه كولانجيوكارسينوما، بيفيدنا قوي دليل ورم اسمه CA19-9 وCEA وCA125. ممكن يرتفعوا مع سرطان الكبد الهيباتوسيلولار كارسينوما، بس شائعة شوية مع الكولانجيوكارسينوما. ده كل اللي اعرفه عن سرطان الكبد. احنا زي ما بنسعى لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع المرضى، وبالطبع منهم مرضى الأورام، فعلينا مسؤولية إنسانية، لأن احنا أكتر ناس حاسين بألامهم ومعاناتهم، فأولى بينا نكون أول ناس تتبرع علشان تساهم في علاجهم. مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 500500 المعهد القومي للأورام الجديد، مركز الأورام جامعة المنصورة 39-39 جمعية مستشفى سرطان أطفال اسكندرية، 400-400 معهد أورام جامعة الزقازيق، مستشفى بهية.